منطقة معينة في محافظة ذي قار تجي قوة من بغداد، حتى لو هي جهاز مكافحة إرهاب، ومع احترامي لهم أنا أعزهم وأقدرهم جهاز مكافحة إرهاب لأنه جهاز نظيف وأمين، تجي قوة من بغداد من جهاز مكافحة إرهاب تدور على شخص واحد في محافظة، فإحنا اللي ندور على 27 ألف من صار لهم 5 سنين وأربع سنين وست سنين راحوا وضاعوا ما نعرف وين صابهم، فإحنا لازم خل نقعد ونسكت بعد ما ندور عليهم، لأن المعطيات اللي عندي الجهات اللي أخذتهم وعقيدتها والتدريبها وما أدلجتها وأيديولوجيتها ما تحمله والمكان اللي تدربت به من سنين وتعلمت به، إنه هذولا ما بقاهم لحد الآن. وأنا أقول والعهدة علي أنا أتحمل، يعني أنا اللي أعرف هذول اللي شالوا هاي الناس كلها بوقت النزوح أو في وقت المعارك اللي شالوهم وغيبوهم ما حد يعرف ويصبهم، كدولة كاملة ما تعرف ويصبهم. أنا أقول لك هذولا معدومين، هذولا راحوا وانتهوا في مقابر جماعية، وشوية منهم تعرف قبل كم يوم أستاذ مقداد الموضوع مع مقبرة الكورونا، أنت شفت الفيديوهات ناس تيجي يقول أبويا انتبه أستاذ مقداد، يقول أجي يقولوا لي أبويا أبوك هنا مدفون، يقول أحفر القبر تطلع لي بنية أو يطلع لي شاب، هذول مين؟ منو أهلهم هذولا؟ منتبه على هذا الموضوع لو ما انتبهت؟ منتبه صارت مشكلة عليها في النجف في مقبرة النجف. لا 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 الموضوع مو تبديل، إنه هاي مصابة بكورونا جو خلوها وكتبوا عليها شايب عمره 70 سنة اسمه فلان، لا الموضوع مو هنا. شوف انتبه أستاذ مقداد، شنو غاية فرقة العباس تجي تدفن بنية وتكتب عليها شايب عمره 70 سنة فلان الفلاني، شنو زين هاي البنية من جابوها؟